السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك سعيد الخوت، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى تدعمونا باللايك وتابوناو في القناة ديالي اللي باقي ما تابوناش، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جدد. اليوم ان شاء الله كنديروا الاعمدة ان شاء الله، اللوز انتوما بعد ما حيدنا لهم داك البرجو انتوما كتشوفوا، والقيمة ديما كنخليوها الفوق. انتما اليوم جينا كنديروا العواد انتما الخوت، يعني ديك الطريقه ديال تحيدنا البرجو من تحت، يعني كيعطي واحد النتيجه. ها هي قدامكم كتشوفوا انتما، الحمد لله انتما الخوت. وضروري الخوت عندكم تخليو القيمه من تحت، يكون فوق منها التراب، فهمتي؟ حيتاش كتموت الا بقى فوق منها التراب، راه كتموت الشجره. هانتوما الخوت، الحمد لله بعد ما طاحت الشتا، في هاد اليومين هانتوما باقي الماء في الشجر. هانتوما الجو رائع، اليوم خرج الشميشه والجو رائع تبارك الله، اللهم بارك. هانتوما كتشوفوا الخوت، هانتوما ان شاء الله. واللي وزيد لكم معلومه الخوت، يعني ما تخليوش دير تثمر، يعني الشجره ما تخليوهاش دير الازهار، حيدوا لها ديك الازهار وديك الثمار ديالها، باش العام الاولاني، يعني انا هادو زرعتهم يلا 3 شهور، باش كتخدم على راسها، فهمتي؟ كدير له كطوال وكدير العمود، فهمتي؟ الحمد لله انتم الخوت. المهم نصيحه من عندي، من احسن تحيدوا لها ديك البرجو انتم الخوت. تحياتي، يلا اخوتي.